السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سيكون المحور الرئيس مع المباراة الودية التي سيخوضها منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام مضيفه منتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من الشهر الحالي في العاصمة الأوزبكية طاشقند، والتي تأتي ضمن المنهاج التحضيري لمنتخب أسود الرافدين لخوض المباريات الثلاث المتبقية له في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة 2022، والتي سيلاقي فيها منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالمنتخب سنطرحها ضمن فقرات هذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. وجه كاتانيتش مدرب منتخبنا الوطني الدعوة ل 25 لاعبا لخوض مباراة أوزبكستان الودية التي ستقام في طاشقند في 29 من هذا الشهر، وهم كل من جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل في حراسة المرمى، ولخط الدفاع أحمد إبراهيم وعلاء مهاوي وسعد ناطق وعلي فائز ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد معا، ولخط الوسط أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وأحمد عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشيركو كريم، ولخط الهجوم علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود. الاستدعاء الأخير بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني من خلال القائمة اللي ظهرت للمدرب كاتانيتش، يجب أن نحترم قرارات المدرب واختيارات المدرب. أغلب الموجودين هم عناصر يعني أساسية بالمنتخب، سبق وأن تم استدعائهم ممثلوا المنتخب الوطني مع بعض الإضافات. أشوف الإضافات الجيدة، أكيد بالدور كثير من اللاعبين المميزين اللي يستحقون أن يمثلون المنتخب، لكن رؤية المدرب واختيار اللاعبين وفق أسلوب وطريقة اللعب اللي تتناسب مع قدرات اللاعبين، فبالتأكيد نحترم قرار المدرب، وعلى جميع اللاعبين يشعرون بأنهم عندهم قدرة تمثيل المنتخب، عليهم أن يبرزوا هذه القدرات الفنية من خلال مباراة الدوري، لأنه باب المنتخب أكيد راح تكون مفتوحة لكل لاعب بارز وحسب ما يراه مدرب المنتخب وحسب فلسفة المدرب التدريبية. فإن شاء الله الموفقية للجميع والموفقية لمنتخبنا الوطني. مشاهدينا، ومن خلال القائمة التي ضمت 25 لاعبا تبين أنها تخلو من المحترفين لتضم فقط بشار رسن وصفاء هادي ضمن صفوف المنتخب، فيما خلت من اللاعبين علي عدنان وريبين سولاقة وأحمد ياسين وجستن ميرام ومهند علي وعلاء عباس. هنا يعني يجب أن نتوقف عند العديد من اللاعبين، لا سيما البعض منهم تعرض لإصابة في منافسات الدوري، أمثال لدينا أيمن حسين ومحمد داود، فضلا عن غياب العديد من اللاعبين الذين قدموا مستوى رائعا في مسابقة الدوري الممتاز. في الوقت الذي يعني تكون هذه المباراة فرصة جيدة للجهاز الفني لزجهم فيها، لا سيما أن هنالك متسعا من الوقت بحدود الشهرين ونصف إلى 3 أشهر تفصلنا عن مباريات التجمع الآسيوي. أكيد بعض اللاعبين يستحقون التواجد في المنتخب الوطني من خلال الرؤية في الدوري، كانوا لاعبين متميزين وقدموا مستوى جيد، لكن تبقى القرار الأول والأخير إلى المدرب. نتمنى من الكابتن كاتانيتش والستاف أن يروا بعض اللاعبين وتجربتهم، لأن مباراة أوزبكستان مباراة ودية. نتمنى إن شاء الله من كاتانيتش
استدعاء بعض اللاعبين الشباب أعطاهم فرصة أكثر وأكبر، لأن تعرف اليوم إحنا بطولة آسيا يعني وقت عندنا وقت كبير. إن شاء الله بالمستقبل بعض اللاعبين يقدمون مستوى أفضل وأحسن، ومازال المستقبل أمام جميع اللاعبين. من خلال ما توضح أن المباراة الودية لم تكن البروفة النهائية لمنتخبنا الذي سيخوض مبارياته الثلاث أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران، لذلك يعني كان بالإمكان إشراك بعض اللاعبين الذين تميزوا في مباريات الدوري الممتاز ونالوا استحسان المتابعين من نقاد ومحللين. نستعرض منهم، لدينا محمد علي عبود وكرار نبيل من القوة الجوية ومحمد جفال لاعب الطلبة، فضلا عن مدافع النجف محمد عبد الزهرة الذي يقدم أعلى مستوياته، فيما يقف مهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم في حيرة من أمره يعني لعدم استدعائه للمنتخب، إضافة إلى محمود خليل وعمر عبد الرحمن لاعبا الكرخ وحارس مرمى زاخو محمد شاكر، وكذلك حارس مرمى أمانة بغداد سرهنج محسن، وكذلك حارس مرمى نفط الوسط الحارس علي كاظم. طبعا نؤكد مشاهدينا، نؤكد بالقول هنا، نحن لا نبغي من سرد هذه الأسماء المميزة أن توجه لهم الدعوة جميعا، لكن هؤلاء للأمانة اللاعبين قدموا مستويات متميزة في مسابقة الدوري الذي يعني يعد المرآة الحقيقية التي تعكس أداء اللاعبين بغية ضمهم للمنتخب الوطني، على العكس يعني من بعض الأسماء التي تواجدت في دعوة كاتانيتش والتي يعني نتحفظ عن ذكرها، لكن أصحابها لم يقدموا في الدوري ما يشفع لهم التواجد مع المنتخب الأول. طبعاً القائمة الأخيرة اللي تم استدعاء فيها لاعبين المنتخب الوطني أعتقد فيها غبن نوعاً ما على بعض اللاعبين اللي هم موجودين في الدوري العراقي واللي قدموا مستويات عالية، أمثال محمد علي عبود، أمثال بسام شاكر، أمثال محمد عبد الزهرة، ويعني كثيرين من اللاعبين بصراحة يعني كان ممكن يعني أعطاهم فرصة، لأنه هذا هو استحقاق كل لاعب عندما يقدم مستوى مع ناديه في الدوري العراقي ويبرز اسمه، فمن حقه أن يمثل المنتخب الوطني. وبنفس الوقت أنا أشوف أنه هناك لاعبين لا يستحقون أن يكونون في التشكيلة، لأنه أعطيت لهم الفرص كثيرا لكن لم يقدموا شيئا يجعلهم بأنهم يكونوا موجودين ويستحقون مع المنتخب الوطني. للحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. متواصلون بمحورنا عن مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام نظيره الأوزبكي، وهذه المواجهة التي تصاعدت من أجلها الأصوات المطالبة بتواجد بعض اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزا في الدوري، إضافة إلى تشخيص الجوانب السلبية التي قد ترافق رحلة الإعداد الأخيرة قبل الدخول بالتصفيات الآسيوية المزدوجة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي، نتابع ولنا عودة. 25 لاعباً تضمنتهم قائمة منتخبنا الوطني في الدعوة الأخيرة للسلوفيني كاتانيتش لخوض المباراة الودية التي ستجمع أسود الرافدين مع مضيفهم الأوزبكي في العاصمة طشقند في 29 من شهر آذار الحالي، والتي تنضوي تحت طائلة الإعداد لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المقررة في حزيران القادم والمؤهلة لمونديال الدوحة 2022.
التشكيلة الأخيرة الذي دعا لها المدرب، هذه التشكيلة هي من الشباب. أتمنى أنه يعني هذه التشكيلة تكون على وقت انسحابهم واختبارهم، والآن لا وقت لدينا لاختبار لاعبي المنتخب، لأن أغلبيتهم من اللي استدعاهم من مصابين ورجعوا من إصابة. أتمنى أنه من كاتنش لا وقت لديه، فأتمنى الإسراع بالتشكيلة وثبات على التشكيلة الأساسية. أكثر من علامة استفهام وتعجب طالت تلك القائمة من قبل المتابعين والمحللين والإعلاميين لتثير حالة استغراب وجدل في الشارع الرياضي برمته، فما بين مؤيد ورافض لبعض الأسماء على خلفية زجهم وهم في حالة استشفاء من الإصابة، تتصاعد الأصوات المطالبة بوجود بعض اللاعبين ممن قدموا مستوى رائع في مسابقة الدوري التي تعد المرآة الحقيقية العاكسة لأدائهم. طالما أن المباراة لم تكن البروفة الأخيرة لدخول التصفيات الآسيوية المزدوجة، بل هناك فسحة زمنية من الممكن إزاءها ترميم التشكيل ووضع اللمسات الأخيرة عليه. دائما ما أشوفك اعتراضات ومطالبات، سواء اعتراض على لاعبين غير مستحقين يتواجدون في المنتخب ولاعبين يستحقون لا يتم استدعائهم، وهذا الأمر جدا طبيعي باختلاف الآراء، لكن الأول والأخير الرأي للمدرب كاتانيتش اللي هو المسؤول عن خياراته، وهو من سيحاسب في حال الإخفاق لا سامح الله. هناك بعض المطالبات بتواجد لاعبين مشروع، لكن بعض الآخر مدفوعة بكل صراحة من أجل الترويج لبعض اللاعبين، وأيضا حتى في المنتخب الوطني هناك لاعبين ممكن أكو عليهم اعتراضات، لكن تبقى بالأول والأخير وجهة نظر المدرب. لا نروم التدخل بفكرة وخطة وطريقة قيادة رأس الهرم التدريبي للمنتخب، بقدر ما نذكر أن وجوده في مدينة أربيل فقط قد يجعله بعيدا عن جميع الكفاءات التي من شأنها أن تجد لها مكانا في كتيبة الأسود، خصوصا أن من شاهده كاتانيتش كان من واجه فريق أربيل فقط على ملعبه ضمن منافسات دوري الكرة، وإلا كيف أغفل عينه عن محمد علي عبود وأحمد فرحان وسعد عبد الأمير. مشاهدينا، وللحديث عن مهمة المنتخب للتصفيات المقبلة وما رافق الدعوة الأخيرة للاعبين إلى تشكيلة منتخبنا لملاقاة أوزبكستان وديا في الأسبوع المقبل، وما ظهر جراء هذه الدعوة من انتقادات وكلام كثير بخصوص بعض الأسماء المدعوة، ينضم معنا عبر السكايب من بغداد مدرب نادي الطلبة الكابتن القدير حسن أحمد للحديث عن هذا المحور. فأهلا وسهلا بك كابتن حسن، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. أهلا بك أستاذ بلال، وأهلا مشاهدي صدى الرياضة، والحمد لله يعني إحنا مشتاقين لك، صار فترة طويلة ما شايفك حبيبي، وأنا مشتاق أكثر. كابتن حسن، يعني قبل البدء بالحديث عن منتخبنا، نقدم لك التهاني لفوز فريقك الطلبة في مباراته الأخيرة على فريق القاسم يعني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 25 للدوري الممتاز، خصوصا وأن فريق القاسم كان متقدما عليكم، ولا يعني مرتين كان متقدما عندما كان سباقا بإحراز الأهداف، إلا أنك بالحنكة والخبرة تمكنت من قلب الطاولة عليه. نبارك لك هذا الفوز. الله يبارك فيك أستاذ بلال، ومبارك الجمهور الطلبة والإدارة المؤقتة. يعني هذا الفوز أكيد، مباراة القاسم كانت مباراة صعبة جدا، لكون أنه تعرف الملعب ذو العشب الصناعي وحرارة الجو، إضافة إلى تدي الطلبة يمر بمرحلة يعني انتقالية، فترة انتقالية، وإضافة إلى يعني تدي أنت يعني الطلبة مضغوط نفسيا من جراء تسلسل المتقهقر بالدوري، فأكيد كانت عليها ضغوط. فالحمد لله اللاعبين والكادر التدريبي تعاملوا بالمباراة بشكل جيد، وقدرنا أنه فوز يعني فوز صعب، لكن أنا أشاهد هذا الفوز يعود الطلبة إلى السكة الصحيحة. طبعا الفوز كلش مهم، وهي مرحلة خطيرة، كنا قلوبنا مع نادي الطلبة، وأيضا طبعا احنا سعداء لأن حضرتك موجود مع هذا النادي لمساعدته وانتشاله مما هو عليه. كابتن، طبعا خلينا نعود إلى محور منتخبنا، من وجهة نظرك كيف تجري وكيف تتم بصراحة طريقة الدعوة، دعوة اللاعبين، هل هي من كاتانيتش لوحده أم أن الجهاز الفني المساعد والهيئة التطبيعية يعني هي من اقترحت عليه تلك الأسماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت تعرف استاذ بلال انه من تتم دعوه للمنتخب او حتى للنادي، يعني احنا نشاهد يعني المدرب كتنس بعيد عن الدوري العراقي، انت من تريد يعني تختار لاعبين او تنتقي لاعبين يحتاجك الى مشاهده، المشاهده والمتابعه والتباحث مع مدربين الانديه حتى ينطوك صوره واضحه كل لاعب اللي انت ممكن انه تستدعي ضمن تشكيله المنتخب. فنشاهد انه يعني كتنش بعيد الان مسؤوليه المنتخب هي حصرا انا اعتقد من خلال المساعد رحيم حميد، يعني الكابتن رحيم حميد عنده خبره واشتغل فتره طويله اكيد يعني خياراته كانت دقيقه وصحيحه، وانت تعرف سابلا اي مدرب يجادل بالخيارات راح تكون نتائج سلبيه عليه، لكن انا اشاهد يمكن 5% نقول كان يستحقون انه يكون بالتشكيلة المنتخب ما تمت دعوتهم، وهذا رأي المدرب، يبقى المدرب الأول والأخير هو مسؤول على خياراته. فعلا كابتن، يعني نحن وحضرتك والوسط الرياضي والكثير يرى أن كاتانيتش يعني بعيدا عن جميع لاعبي الدوري بدليل أنه يتواجد فقط في أربيل، وهذا يعني ما يتحتم عليه مشاهدة لاعبي أربيل فقط وبعض لاعبي الأندية التي يعني واجهت فريق أربيل على ملعبه فقط. من خلال هذه المعطيات كيف يعني لمدرب كاتانيتش أن يختار هذه الأسماء؟ والله سابي العالم أنت تعرف يعني الخيارات لازم تتم بالمشاهدة والمتابعة والسؤال، ممكن أنا إذا أريد مثلا أستدعي لاعب من نقول مثل من أربيل أسأل المدرب مالته هل هذا اللاعب شنو مواصفات هذا اللاعب، يعني هي المشاهدة ما تعطيك 100%، يعني تبقى خبرة المدرب وأنت يعني كيف تختار هذا اللاعب على أي أسلوب أي تشكيل أنت تلعب به. فأكيد من ما يتابع الدوري أكيد أحس خياراته غير جيدة. أنا أقول كاتانيتش يعني من قبل أنا عندي معلومات عليه أنه أكو من يوصل له، يجب المدرب أن يتابع بنفسه وهو اللي يذهب للملعب ويشاهد مباراة كاملة ويراقب هذا اللاعب ويسأل على عمره التدريبي على تاريخه الرياضي على مركز لعبه. طيب كابتن، يعني هنالك يعني من يرى، طبعا هو ليس كلامي، الدعوة مثل ما تفضلت بصراحة هي لا تخلو من المجاملة لبعض اللاعبين خصوصا يعني الذين يعانون من إصابة، يعني أمثال عندنا أيمن حسين لاعب الجوية، محمد داود لاعب الشرطة. أنت تعلم وسيد العارفين أن الإصابة لها تأثير سلبي على الأداء، تتطلب لفترة زمنية تدريجية للعودة بقوة، كيف تفسر لنا ذلك صحيا وفنيا؟ أكيد صعب، يعني أنت تعرف اللاعب المصاب ما ممكن أنه تستدعي للمنتخب مهما يكون مستواه، يعني أنا اللاعب المصاب شو أسوي بي، يعني أنا كمدرب شو راح يخدمني؟ أول شيء راح يصير عنده انخفاض بالمستوى الفني بالمستوى اللياقي للاعب، يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى إعادة شفاء اللاعب، يحتاج إلى تدريبات بدنية ومن ثم ينعاد دوري ومن ثم يروح للمنتخب الوطني. هاي احنا كلها دا نلغيها، يعني كأنما اللاعب المصاب انه تمكن يومين تدربه وتحرر للمباراة، وهذا انا اعتقد خطأ. فانا اقول اي لاعب مصاب لازم يتم ابعاد عن المنتخب مهما يكون مستوى. طيب من جهة اخرى يعني البعض يشكل على تواجد صفاء هادي المحترف في الدوري الروسي والذي يعني أبعدته الإصابة لفترة طويلة عن نادي. نؤكد هنا كابتن حسن أن صفاء هادي لاعبا فذا بصراحة إضافة كبيرة للمنتخب، لكن كيف لكاتانيتش أن رآه يقدم المستوى الذي يشفع له بالتواجد مع كتيبة الأسود؟ وهنا بصراحة أنا شخصيا أطمع باستغلال خبرتك الفنية لتوضيح هذا الأمر المهم. يعني بس قبل ما توضح لي أريد هم أن أعرف هل دعوة صفاء هي من أجل يعني استقرار التشكيلة للاستحقاقات المقبلة كون يعني صفاء أحد العناصر الرئيسة؟ أكيد يعني اللاعب صفاء
ما يعني ما يختلفون عليه اثنين، هو من اللاعبين الجيدين فعلا، لاعب قدم المنتخب ولاعب جيد، والان دليل انه يحترف في دوري اوروبي. انا اقول يعني مثل ما قلت قبل قليل، قلت انه اللاعب المصاب ما اعتقد يخدم مهما يكون تاريخه ومهما يكون يعني انه هذا اللاعب كان جيد. انا اذا ما شاهد اللاعب واقتنع بمستوى الفني ومستوى اللياقي ما اقدر اجيب المنتخب، لان المنتخب مو حق التجارب. انت شاهد كتنج يعني عنده سوابق كثيره، حتى كان يختار تشكيل الشوط الاول يرجع الشوط الثاني يغيرها، اذا هذا دليل على انه ما نختار ما محضر للمباريات بشكل جيد. فهنا منتخب ما بي نقول مجازفة، يعني أنت المفروض اللاعب بتأكد منه 100% يتم دعوته من المنتخب الوطني، وصفاء إذا كان حاضر وإذا كان يلعب ويتنفس بالدوري أكيد يعني يخدم المنتخب. طيب كابتن حسن، سنتابع يعني بعض الانطباعات من أهل الشأن حول فترة الإعداد وما رافق الدعوة الأخيرة للاعبين إلى تشكيلة المنتخب، نتابع ولنا عودة، خليك ويانا. احنا قلقنا وخوفنا على محمد داود. محمد داود عاد من إصابة، تعرف محمد داود من الآن الركائز المهمة في المنتخب لإمكانياته وعطائه داخل أرضية الملعب، فنتمنى المحافظة عليه وعدم زجه في المباراة التجريبية، لأنه تعرف هو جاء من مباراة من إصابة طويلة، فنتمنى أنه إعادة تأهيله بالصورة الصحيحة. تعرف محمد داود مع ميمي في التصفيات يكون قوة ضاربة للمنتخب الوطني. يعني باقي اللاعبين الأسماء كلها يعني مميزة، وهم الأفضل وهو الأدرى بفكرة أو اللاعب اللي يقدر يوصل ينفذ أساليب اللعب اللي يستخدمها المدرب الفريق. أعتقد المدرب هو قريب من الدول العراق، وصل لفترة أكثر من سنتين يعمل مع المنتخب الوطني، أصبحت لديه فكرة واضحة عن اللاعبين. أعتقد هو اليوم المدرب هو المسؤول الأول عن خياراته، لأن هو الأقرب على طريقة لعبه وأسلوبه واللاعبين اللي ينفذون فكرة. أعتقد يعني أنه الخيارات من وجهة نظري محترمة. أنا وجهة نظري أنه قسم من اللاعبين يستحقون التواجد، لكن نحترم رأي المدرب مثل الكابتن سعد عبد الأمير، أعتقد يقدم مستوى ثابت، يعني نشاهده خلال مباراة الدوري مستوى ثابت، ولاعب صاحب تجربة وخبرة كبيرة نحتاج المنتخب. أيضا محمد علي عبود قسم من اللاعبين، لكن الشيء الإيجابي أنه ضافت عدد من اللاعبين الشباب دائما، وهذا راح يعطي حافز للاعبين الشباب أن يقدمون كل ما عندهم من أجل الانضمام للمنتخب الوطني. أهلا بك مرة أخرى كابتن حسن، بصراحة هل تتوقع أن يعني يواجه كاتانيتش وجهازه الفني المساعد ضغوطا من بعض الشخصيات الرياضية أو السياسية في طريقة استدعاء اللاعبين لتشكيلة المنتخب؟ لا، ما أعتقد يعني وجود هذه الحالة، لأن يعني أنت تعرف يعني احنا صاحب الاندية هاي موجودة، انه يتم ضغوط من بعض السياسيين او من بعض الاحزاب على لاعب، والضغط على المدرب او الضغط على الادارة في سبيل توقيع هذا اللاعب. لكن انا اعتقد بالمنتخب هاي غير موجودة، لان تجي انت جمهور الحقيقي جمهور واعي، وممكن يعرف هذا اللاعب اذا جاي عن طريق حزب او جاي بهاي الحالة راح المدرب هو يسقط، يعني يسقط نظر الجمهور العراقي. هناك لغط كبير يعني يسود الأجواء الكروية منذ زمن بعيد، أن الجهاز الإداري والفني للمنتخب لا يرغب بضم المحترفين، رغم علمنا جميعا يعني أنهم متميزين بعطائهم، يمتلكون خبرة جيدة وفكرا كرويا عالي. ما رأيك بهذه الجزئية؟ والله أكيد هذا خطأ يعني يقع بالمدرب، لين تجي السابل على أنت يعني الدوريات الآن اللاعب المحترف اللي يخوض مثلا نقول بوح، وأكيد هذه يعني المباراة التنافسية يمكن تعادل ما يقارب أربع مباريات اللاعب العراقي اللي تنافس فيها، أكيد هناك اللاعب وصل إلى الفورمة اللي تقدر يكون ضمن المنتخب الوطني. طبعا
فأنا أختار اللاعب الجاهز أكثر، اللاعب اللي يخدمني، هي مو مجاملات. لأن اللاعب المحترف هذا ما عليه علم لو أنت ما تستدعي. أنا أشوف إنه مدرب اللاعب المحترف كان جاهز يجي اللاعب المحترف، أكيد راح تكون عقليته وذهنيته ممكن يطبق لك الأسلوب خلال الشرح، مو ما يحتاج إلى التدريب. طيب كونك مدرب طبعا وقدير ولك درايه وخبره لك يعني في 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 قياده الانديه والمنتخبات والمباريات، مباراه اوزبكستان ماذا تمثل الجهاز الفني بصوره خاصه؟ ماذا يبغى منها يعني المدرب وفق معطيات الحال؟ والله اكيد يعني المباريات اللي نقول اللي تسبق المباريات التنافسيه اللي تخوضها على طولة اكيد لازم تكون يعني مباراه ذو قيمه وذو يعني فائده كبيره للمدرب وللمنتخب. يعني مثلا انت بتلعب نقول في تايوان، لازم تختار المنتخب اللي يعني يعلم اسلوب تايوان او مشابه لاسلوب تايوان. هاي المباراه الاخيره اللي تسبق مباريات الطولة مهم جدا الاستخاره للتشكيله والتشكيل والاسلوب. اكيد يعني من يصير تغيرات تاثر بالتشكيله ما راح تكون لها قيمه المباراه. فانا اعتقد كل مباريات العراق لعبها التجربه المدرب ما قدر يستفاد منها لان كان هناك تشتت الفكره بالاسلوب بالتشكيله. شاهد مباراه تجربه يلعب تشكيل شكل من تجي المباراه الرسميه يغير بالتشكيل بالتشكيله. طيب كابتن حسن، امنياتي لك بالتوفيق والنجاح في مسيرتك التدريبيه وفي مهمة قيادة نادي الطلبة، هل لك كلمة أخيرة؟ والله الكلمة الأخيرة يعني أشكرك أستاذ بلال، يعني أنت على طول داعم لنا وداعم للكفاءات الرياضية، ويعني أحث جمهور الطلبة أنه يدعمون ناديهم لأن ناديهم إحنا، وهني يعني الإدارة الجديدة على الأسس والنظام اللي وضعته خلال الأيام، وإن شاء الله نتمنى. شكرا جزيلا كابتن. شكرا للكابتن القدير حسن أحمد مدرب فريق الطلبة لتلبيته الدعوة وانضمامه معنا عبر السكايب والحديث عن مباراة أوزبكستان الودية المقررة إقامتها يوم 29 من الشهر الحالي في العاصمة الأوزبكية طاشقند، فشكرا جزيلا له. إذن دعواتنا وقلوبنا مع أسود الرافدين، ونتمنى أن تكون مباراة أوزبكستان الودية هي مفتاح السعد وبوابة الانطلاق الحقيقية التي منها نكون بالسكة الصحيحة التي تمكن منتخبنا من لقاء منتخبات كمبوديا، هونغ كونغ، إيران في التصفيات بكل ثقة واستعداد تام. لكن بصراحة يبقى المنافسان الشرعيان لنا هما البحرين وإيران، لذلك بغض النظر عن لغة الحسابات المعقدة فالفوز هو العنوان الأهم للعبور بنجاح وأمان إلى الدور الثاني المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في الدوحة. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.